هل يجوز إجابة دعوة المبتدع إذا كان في ذلك مصلحة؟ ما هي المصلحة؟ الأكل؟ ما المبتدع يهجر، مبتدع يهجر إلا إذا كان يبي يدعوه إلى الله ويبين له خطر البدعة، وهو ما راح لأجل الأكل، راح من أجل الدعوة، هذا لا بأس به. أما أنه يروح يجالسه ويضحك معه ولا كأن عنده بدعة، هذا لا يجوز. نعم.